الفترة اللي احنا عشناها كانت يعني فترة البداية وفترة نضوج الكرة وبداية النجومية في الكويت، وهي الفترة اللي احنا نعتز فيها لما نذكرها، نذكر أيامنا الحلوة، نذكر النتائج الحلوة، نذكر يعني كان عندنا في ذيك السنين في البداية ما شاء الله كان الفريق يعني في نجوم، سواء كان بالهجوم أو بالوسط أو بالدفاع في طفرة، فكانت النتائج كلها قد لك. وذيك الفترة حلوة بالنسبة لنا، يعني لما بداية حياتك كله فايز، يعني نادر ما نحس بالهزيمة، يعني لعبنا مع أكبر الفرق، يعني مثل منتخب المغرب كان جاي من كأس العالم فزنا عليه 2-1، لعبنا مع كوريا كانت جاية من كأس العالم فزنا عليها 4-0. الفرق هذه اللي كانت الآن تعدتنا وطافتنا مثل اليابان والصين وآسيا، هذه الفرق دائما كنا نفوز عليها بالثلاثة والاثنين، حتى لعبنا مع نيجيريا والكاميرون، رحنا لهم بأفريقيا في الفترة الحلوة اللي مرت على الفريق الكويتي، أذكر فزنا على نيجيريا 5، فزنا على الكاميرون يمكن 2-1 أو 3-1، فزنا على الكونغو 2-1 في داخل الكونغو نفسه. فكانت الفترة هذه حلوة، يعني كل ما نتذكرها نتذكر المستوى، نتذكر النجوم اللي عاشوا وتعلمنا علينا وياهم وعشنا مع بعض. فذيك الفترة فترة حلوة، حتى المستوى في الأندية كان قمة المستوى، كنا نذكر نلعب بأربعة أجانب غير الموجودين الكويتيين، وكانوا الكويتيين من النجوم المعروفين والمشهورين، يعني اللي معظمهم يمثل المنتخب. فكانت الطفرة ذيك يعني الواحد ما ينساها، يعني لما تقول الكويت في ذيك الفترة تقول كويت النصر، الفرح مو بس على مستوى الرياضي، حتى على المستوى الاجتماعي، حتى على مستوى المسرحيات، نجوم، يعني كانت فعلا بداية درة الخليج اللي هي الكويت. سنة 69 كانت نهاية المنتخب اللي هو الإدارة السابقة، اللي بعدها مسك الإدارة أحمد السعدون والمخلد وعبد العزيز رشيد والله يرحمه براك المرزوق والفليج. هذه 69 أنا اختاروني في كان أيامها حتى تراب ما كان في ثيل، وكنا نتمرن على ثنا شويخ في 69. في 69 نفسها تغير الاتحاد في نفس السنة، ويا الاتحاد اللي قلت لك حنا فيه أحمد السعدون، حنا كان المنتخب موجود من أصل، بس كانوا نجوم الكبار الأولين اللي مثل مرزوق والعصفور والخشرم وصالح زكريا سالم فرج والخطيب والدولة. احنا اختاروا منا اثنين، انا وفاروق ابراهيم الله يرحمه، الاثنين الوحيدين اللي دشوا مع المنتخب السابق. ف 69 كانت بداية اختياري للمنتخب. ابراهيم زريهم طبعا شخصية نادرة، شخصية مرحة، برغم انه ملتزم دينيا، يعني يعني اعتقد ان ابراهيم شخصية محبوبة ومقبولة من الجميع، من الجماهير، من اللاعبين، من الخصم، من الإعلام، إنسان محبوب، إنسان يعني مستوى الفني عالي، خلق عالية، متواضع، متعاون مع زملائه، يقدم النصح، يقدم مشورة. بالعكس إبراهيم أنا أعتقد أنه من يعني اللاعبين والأصدقاء اللي يعني نادر ما نشوفهم ملاعب. كابتن إبراهيم دريهم يعني أحد، إذا بنتكلم عنه نقدر نعتبره احد النوابغ في 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 عالم كرة القدم في ذاك الوقت، يعني لاعب برز، الكل كان يعني يصيح باسمه،
إنجازاته مع نادي الكويت حتى يعني، وشهد طفرة مع 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 صعود نجم نادي الكويت على مستوى البطولات والمنافسات. لذلك ما كان مستغرب إنه يعني يكون إبراهيم دريهم أحد عناصر المنتخب والعناصر الأساسية، إلى أن وصل إلى أنه يقدر يكون يعني كابتن الفريق سواء على مستوى نادي الكويت أو على مستوى المنتخب الوطني. تسعة وستين وسبعين كان الاختيار يعني مثل ما تقول للي بارز أثناء مباريات الدوري، فكانوا يختارونه. وقلت لك 69 لغاية 70 اختاروا اثنين بس اللي هو أنا وفاروق. بعدها هذه الأيام كان فيها يدربنا طه الطوخي في المنتخب اللي أذكره، لكن من موسم 70 يانا بعدها بروشتش مدرب للمنتخب. بروشتش له طريقة أنه هو يروح هو يشوف المباريات، يعني ساعات مباريات تقام بين الدرجة الثانية مو الدرجة الأولى، فكان ما يخلي مكان ما يروح. فلذلك اختار الناس وايد يعني مثل علي الشمري وخلاص سطام فتحي كميل وحسين شطيلي ولاعبين وايد. هذيلا التلفزيون كان ينقل ترى بس الدرجة الأولى، ما أعتقد ما كان ينقل الدرجة الثانية، ما حد يدري عنهم. لكن هذا ما شاء الله ما يخلي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية يفتر على الملاعب كلها. فكان الاختيار هو كان يختاره، ما كان في تدخل، وكان اللاعب اللي يشوفه مميز أو واضح أو بارز سواء كان في الدفاع في الهجوم، فكان هو الوحيد اللي يختاره، فيختاره هو عن طريق حضوره حق كل مباراة. احنا بنكون معانا بالفريق منتخب نحس بالامان ونحس بالطمانينه في خط الدفاع، لان ابراهيم يقرا الكره ويعرف وين تروح، عنده يعني حس وعنده مهارات فنيه عاليه في قطع الكره وروح عاليه بالفريق، يعني حمس الفريق كله. ولما يصير ضدنا بالفعل نلقى قدامنا سد منيع صعب اختراقه. ابراهيم يعني فنياته عاليه، يضرب لنا صدق يمكن يكون اكثر من يواك، عنده جنب او قفزه.